السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب احنا في الداتابيز ايضا عندنا مصطلح اللي هو الداتا تايب. داتا تايب هو نوع البيانات اللي انت تخزنها في قاعدة البيانات. طيب شلون نفهم موضوع الداتابيز؟ انت في الـ SQL Server كل عمود عندك يعتبر في داخلها local variable، متغير موجود في داخلها. هذه المتغيرات اللي انت تضعها لازم تحدد نوع البيانات مالتها. على سبيل المثال يكون عندك عمود يحتوي على الأسماء، الأسماء هي حروف تكست، تمام؟ إذا لازم أنت تعرف شيء اسمه يعبر عن الكاركتر، الحروف. أنت في أعمدة تحتوي على الأعمار، العمر رقم، بمعنى لازم يكون عندك نوع من الداتا هي انتجر. في عندك أعمدة مثلا تحتوي على تاريخ العقد، تمام، تاريخ إنشاء ملف معين، بمعنى نوع هذا العمود راح يكون date أو time وإلى آخره. كل عمود تحدد نوع البيانات اللي يسمح بيها، تمام. طبعا في عندك مثلا على سبيل المثال في التكست مثلا الأسماء يستخدمون فيها مصطلح اللي هو var char. راح نجي نشوف كيف يكون نوع هذه البيانات وكيف نتعامل مع هذه البيانات وكيف نصنع تيبلات ايضا في هذا الخصوص. فالداتا تايب هو اول ليفل، اول مستوى في موضوع الداتا انتجريتي، اللي هو راح من تضع البيانات راح يجبر المستخدم على انه يخزن نوع معين من البيانات في هذا الحقل. مثلا في الأعمار أنت حددت أنه يجب أن يكون أرقام، فما ينفع أنه أنا أضيف في عمود الأعمار اسم محمد، أو مثلا الاسم الأول محمد، أوكي، ما ينفع أنه أنا أعمدة اللي فيها الأسماء أو أخزن فيها البيانات اللي تحتوي على الأسماء أن أضع في داخلها تاريخ أو أضع في داخلها رقم، أو العمود اللي يخص بتاريخ العقد لازم ما أسمح أنه يتم وضع رقم أو يضع اسم في هذا العمود. فإذا إحنا في عندنا مجموعة من أنواع الداتا تايبس. طبعا ممكن تكتب هنا T-SQL Server Data Type، يعني تقدر تقول Enter and ممكن يطلع لك هذا اوكي ترانزاكت اس كيو ال سيرفر دوك، ممكن هذا يطلع لك الداتا تايب، انواع الداتا تايب الموجوده. لاحظ بيك انت، بيت، ديسيمال، انت، ماني، اوكي، نوميريك، سمول انت، سمول ماني، تايني انت، فلوت، ريل، ديت، ديت تايم 2، ديت تايم. في عندك انواع من البيانات، يعني مجرد انه تبحث عليها رأسا راح يطلع لك أنواع الداتا تايب الموجودة في T-SQL واللي ممكن أنه أنت تستخدمها في داخل المشاريع مالتك. في عندنا أيضا نوع الستيتمنت. الستيتمنت تايب راح يكون بالدرس القادم. لهنا نقول لكم مع السلامة.